صفحات المؤتمرات، وساعات قليلة وينطلق أكبر حدث بينتظر العالم أجمع لمصر تستضيفه COP27. يسعدنا يكون معنا النهاردة الدكتور محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا ومتشرفين بحضرتك وبكل من يتابعك. الله يحييك. بداية عايزين نعرف من حضرتك طبعا ان التمويل هو حجر الزاوية الاساس اللي بيقوم عليه المؤتمر ويقوم عليه المشاريع اللي عايزين تكون صديقة للبيئة واللي ان شاء الله تحد من التأثيرات السلبية لتغيرات المناخية، الا جهود طبعا كبيرة جدا حضرتك قمت بيها، ايه ابرز ما تتوقعه نكون النهاردة في المؤتمر نناقشه في قضية التمويل؟ يعني طبعا الموضوع التمويل هو واحد من الابعاد الاربعه الرئيسيه او المحاور الاربعه الرئيسيه لاتفاق باريس، التخفيف والتكيف والعمل مع موضوع الاضرار والخسائر، وهناك ملف التمويل. احنا هنا في هذه القمه وزي ما حضرتك تابعتي كلام المهم اللي انطلق منذ اول يوم من فخامه الرئيس وايضا مما صدر عن عده جهات منظمه، طبعا السيد الوزير سامح شكري أيضا أكد على أنه هذه القمة هي قمة للتنفيذ ولإنفاذ التعهدات. هنا الموضوع التمويل لبعد مختلف تماما وشكل أكثر عملية في الحديث عن موضوع التمويل، لا يتوقف عند 100 مليار الشهيرة الموعودة من أيام كوبنهاجن، ولكن نتحدث هنا عن كيفية إيجاد المشروعات المناسبة، سواء من المشروعات اللي يمكن حضرتك تابعتيها على مستوى مصر، أن هذه المبادرة الكبرى تحت رعاية سيادة الرئيس وحضرها رئيس الوزراء منذ البداية، وكان معنا أيضا في تسليم الجوائز للجهات الفائزة للمشروعات الخضراء الذكية، ده على مستوى مصر. لكن إقليميا أنا لسه كنت في اجتماع منذ دقائق عشان نكمل الرتوش الأخيرة للعرض لعدد من المشروعات اللي تم الإعداد لها بالتعاون ما بين الرئاسة المصرية قمة المناخ ورواد المناخ وأيضا مع الأمم المتحدة بتجمعاتها الإقليمية الاقتصادية الخمس، ودي حابة فيها الإقليمية الخمسة كانت أثرت عن تقريبا حوالي 50 مشروع. مظبوط، حضرتك متابعة تمام. فالخمسين مشروع 10 لكل إقليم هيتم عرضهم، ودول متعرضين لكافة مجالات العمل المناخي. فوق ذلك هناك مجالات أخرى بنحاول نغيرها ونطورها، هناك اعتماد كبير إلى الآن على مصادر التمويل بالاعتماد على أدوات الاستدانة، احنا عايزين استثمارات وعايزين تمويل طويل الأجل ميسر وألا نلقي بأعباء إضافية في عالم فيه مشاكل كثيرة جدا بالنسبة للديون وتكاليفها، إنه نلقي بأعباء كثيرة على الدول النامية، وبالتالي كل ما استطعنا أن نخفض الديون ونزيد الاستثمارات ونطيل الأجال الخاصة بالتمويل ويكون هناك عنصر منحة مرتفع، ده يبقى أفضل لعملنا في هذا المجال. إذن والموضوع خاص بالتمويل، التمويل تعني استثمارات وتعني مشروعات، بالإضافة طبعا للعنصر الهام الخاص بدور العلم والبحث والتطوير في تخفيض التكاليف وفي إرشاد صانع القرار للأولويات للإنفاق للعمل المناخي. أشكرك. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا.